السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجد معكم طريقة ديال الشيفلور مخلل اللي كنت وعدتكم بها. صراحة طريقة زوينة وسهلة، ودابا وقت الشيفلور موجود في الأسواق، داكشي نحاولوا نستغلوه وقته هذا، يعني طريقة زوينة اللي كتصبر معكم، ما كيخسر ما والو، يعني كيدي مدة طويلة بزاف ولكن نتيجة زوينة زوينة بزاف، كيجي مذاق رائع. وغادي نشارك معكم ايضا كيفاش نعقمو القراعي ديال الزاج. كنحتاجو قراعي هكا اللي عندكم في الدار غير ديال الكونفيتير، وكن نديروهم في البرمة، برمة هكا كبيرة ولا على حساب القراعي اللي عندكم. كنديرو فيه كنديرو معاهم هاد القفايل ديالهم، كنعمرو عليهم الماء وكنديرو ليهم كمية ديال الخل. وكنوضعوهم فوق النار، نار متوسطة، وكنخليهم يغلاو مدة 20 دقيقة. انا خليتهم مدة 20 دقيقة وكنطفيو عليهم، وكنفرشو هكا واحد الزيف فوق البوطاجي، وكنحاولو نخرجو القراعي ديالنا من هذيك البرمة. كنخرجوها بهاد المعلقة الكبيرة، كنخشيو على هاد الشكل وكنخويوها، ولكن كنعاونو بواحد الزيف باش ما تحرقوش حيت كيكونوا القراعي مازال سخان. انا ما قدرتش نصور لكم هذه الطريقه حيت ما عنديش كيفاش ندير نصور. المهم نحاول تكون وصلاتكم الفكره. وكنقلبهم على هذا الشكل فوق الزيف وكنخليهم حتى كيبردوا. وعندنا الشيفلور اللي كننقيوه مزيان وكننقطعوه هكا قطع صغيره، يعني الحجم اللي غادي يدخل لينا القراعي هكا صغير. كنغسلوه مزيان، نحاولوا نغسلوه مزيان مزيان لا تكون فيه شي حاجه هكا لداخل. وكناخذوا كاسرونه كنديروا فيها الماء طيب، انا طيبت هنا الماء، كنوضعوا فيه الشيفلور يعني الشيفلور الكميه اللي بغيتو. انا خديت هنايا تقريبا وحده ما كاملاش، عندي وحده كبيره يعني ما درتهاش كامله، درت الكميه اللي غتعمر لي القراعي. وكنوضعوه فوق من النار، غير طلع فيه العفو الغليه على هذا الشكل، وكنطفيو عليه. كيف كتشوفوا انا طفيت هنايا. كنوجدو عندي، انا جبت هنا قرعه من الثلاجه يعني الماء بارد، وكنحاولوا نحيدو الشيفلور من هذاك الماء اللي غلا فيه، وكنوضعوه نيشان في الماء بارد. كيف كتشوفوا شويه هنا صعوبه حيت كنصور بايد وكنهز بايد، لكن ماشي مشكل. غادي نحاول نزيد عليه الماء بارد حتى كيتغطى بالماء بارد، خليته حتى برد هكا حتى يبرد، من بعد غادي نصفيه. القراعي هنايا بردوا لينا، غادي نحاولوا نعمروا القراعي بهاد الكميه اللي عندنا ديال الشيفلور. داكشي علاش قلت لكم نقطعوه على هاد الشكل قطع صغيره باش يدخل لينا في القراعي. كنحاولوا نضغطوا مزيان، صراحه النتيجه زوينه بزاف. كنحاولوا نضغطوا مزيان ونعمروا القرعه
نعمرو حتى ما نلقاو فين نديرو. مهم تعمر لينا القرعه مزيان. غادي نعمرو عفوا نعمرو القرعه الثانيه. كنختاروا القطع اللي غادي تقدر تدخل لينا القرعه. انا عمرت هنا ثلاثه القرعات وكيجيو حتى في الشكل زوين، يعني ديرهم فوق البوطاجي هكا ولا فوق من شي طبله، يعني كيعطيو منظر زوين للكوزينه، كيعطيو منظر زوين للمطبخ، المطبخ ديالنا بصراحه كيشهي فوق البوطاجي كيف كتشوفوا. كنضغطوا مزيان. انا عمرت هاد ثلاثه القراعي. غادي ندوزوا للطريقه اللي كنحتاجوا فيها الملحه، يعني الملحه عينكم ميزانكم على حساب القرعه، ما غاديش نقدر نعطيكم الكميه، يعني شوف كيف كتشوفوا كل قرعه والحجم ديالها وكل واحد وشنو متوفر عنده. مهم كنضيفوا الملح زياده، يعني كنضيفوها تكون زايده شويه، مهم تكون كميه اللي غادي تقدر تحمض لينا هاد الكميه اللي في القرعه تقدر تملحها. وكنضيفوا المكون الثاني اللي هو الخل، كنضيفوا الخل بكميه كثيره. هكا ربع كاس ولا نصف كاس على حساب الحجم ديال القرعه، مهم تحاولوا تكثروا من الخل. هادو هما لي اساسيين، الملحه والخل والماء. كنخليو حتى كيدفى شويه، كنطيبو الماء نخليو حتى كيدفى شويه وكنعمرو به القراعي على هذا الشكل. كنعمرو حتى كنغطيو على الشيفلور. وكنحاولو نزيرو مزيان القراعي، يعني خاصنا نزيرو مزيان باش ما يدخلش ليهم الهواء. الا كانوا القراعي كيدخلوا يعني الهواء غادي يخسر لكم الشيفلور، خاص القراعي يكونوا كيتسدوا مزيان، ما خاص تدخل ليهم حتى شي حاجه. حاولوا نزيرو مزيان. وهادو هما القريعات ديالنا واجدين، وهذه الطريقه سهله وصراحه النتيجه كتكون زوينه زوينه بزاف. وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك وجيم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع كل احبابكم وصحابكم. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم اللي كيشجعني وكيخليني كيزعمني هكا نصور فيديوهات، وكنحاول ندير لكم فيديوهات بساط، يعني من المطبخ ديالي، ماشي شي حاجه اللي كثيره ولا كبيره. هذه هي النتيجه. انا عندي هذه القرعه شحال هذه واجده، هذه هي النتيجه ديالو كيف كيجي. كيجي رائع جدا جدا جدا. ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.